لا أجر نبغي لا وسام لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوى ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام، اهلا ومرحبا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة مقعدا. ان شاء الله النهاردة رب العالمين هنبدأ دورة جديدة تحت عنوان Introduction to Programming with C++. الدورة دي تحت رعاية أكاديمية الدارين، الهدف منها تعلم أساسيات البرمجة، واخترنا لغة مشهورة جدا وبتستخدم في معظم المعاهد والكليات اسمها لغة C++. احنا هدفنا في الكورس ده مش تعلم لغة C++ كلغة برمجة، لا احنا هدفنا ازاي نعمل بروجرام، ازاي نعمل برنامج بسيط من خلاله. بعد كده وخدنا لغة C++ وسيلة عشان بعد كده ما نتخصص في اي تراك، سواء ويب ابلكيشن او ديفلوب او موبايل ابلكيشن او ديسكتوب ابلكيشن. ان شاء الله رب العالمين الكورس ده يساعدنا على ايه، اللي دوت يكون بداية الطريق بتاعنا ايه للتخصص في مجالات الابلكيشن الخاصة بايه بالبروجرامنج بشكل عام وانواع. هنبدا ان شاء الله رب العالمين الان نسطب السوفت وير اللي هنشتغل عليه طول الكورس اللي هو اسمه ديف سي بلس بلس. نبدا ندوس دبل كليك يس، تمام. بيبدا قدامي بيقول لي من فضلك انتظر عشان يبدا عمليه لود لايه السيت، يعمل عمليه لودنج للسيت اب، الملفات اللي عملها سيت اب ان شاء الله. بعد كده بيقول لي اختار اللغه، خليها انجلش، اللغه اللي هنختار عليها انجلش. بعد كده بيقول لي انت موافق على اتفاقيه الاستخدام، المفترض بنقرا الاتفاقيه ديت كلنا كده، وبعد كده ايه بنبدا ندوس اي اجري. وبعد كده هنا بختار الكومبوننت اللي انا عاوزها، تمام، وبختار ايه ثم بضغط ايه نيكست انستليشن نيست، تمام. بيبدا هو يعمل عمليه الانستليشن بتاعته. زي ما احنا شايفين بيعمل اكستراكت لكل الكومبوننت بتاعته علشان يبدا ايه اما نيجي نشغلها في البرنامج تشتغل معانا ايه بطريقه جيده. وفي النهايه بيقول لي فينش بعد ما بينتهي من عمليه التسطيب، بيبدا يفتح لي البرنامج. بيعمل لودنج دلوقتي، فتح لينا البرنامج زي ما انتوا ايه شايفين، فتح لينا البرنامج زي ما انتوا شايفين. احنا قلنا هنشتغل في البرنامج، قلنا هنشتغل الكورس ده على نوع من البرامج اسمها الكونسول ابلكيشن، نوع اسمها ايه، نوع من الـ من الـ من الـ البرامج اسمها الكونسول ابلكيشن. الكونسول ابلكيشن ديت هنبدا نعمل فايل عشان نختار نفتح ملف جديد، نعمل فايل نيو بروجكت، هنعمل مشروع جديد، تمام، ونختاره من نوع كونسول ابلكيشن، مش ويندوز ابلكيشن، لا كونسول ابلكيشن، ده اللي هنشتغل عليه خلال الكورس. وليكن هسمي المشروع ده، هسميه تيست، هسميه ايه تيست. يبقى بختار هنا، ارجع تاني اختار فايل يو بروجكت كونسول ابلكيشن، وبسمي المشروع بتاعي وليكن ايه تيست، جميل جدا، وبضغط اوكي. بيقول لي سيف المشروع بتاعك، ببدا سيفه وليكن على اي مكان انا حابه، وبضغط ايه سيف، تمام. بيفتح لي صفحه رئيسيه اسمها main.cpp، بيفتح لي صفحه اسمها main.cpp. الصفحه دي بتلاقيها في ايه، في اي بروجكت، تلاقي ايه في اي بروجكت، اول ما تفتح اي بروجكت بتلاقي الصفحه ديت هي الصفحه، اول صفحه بتتفتح معايا. فنبدا نحذف ايه، نحذف اللي بداخلها وبنبدا نعمل لها ايه سيف، وليكن نعمل لها سيف على الديسكتوب. جميل قوي كده، الصفحه بتاعتي جاهزه اللي انا اشتغل عليها على طول، كده الصفحه بتاعتي جاهزه اللي انا اشتغل عليها على طول. طيب عاوزين نعرف حاجه كده اسمها ان لكل برنامج ولكل لغه برمجه استراكشر معينه في كتابه الكود بتاعتها. يعني ايه بنيه كده معينه، كونستراكشن كده لايه، لكتابه الكود. يعني مثلا عشان اكتب كود في C++ لازم احط الكود بتاعي ده في فورم معين بيقراه C++ ايه،
عشان الكود بتاعي ده يتنفذ لازم يكون الكود بتاعي ده محطوط في الفورم ده في الشكل ده بالطريقه دي. خلاص، فاول درس هنتعلمه مع بعض ان شاء الله انا رب العالمين النهارده ازاي اعمل كونستراكشن للفورم بتاعي، الفورم بتاع الكود بتاعي، الاستراكشر بتاع البروجرام بتاعي، الاستراكشر بتاع اي بروجرام بتاعي انا عاوز انشئه بيكون عامل ازاي. اول حاجه مالكمش دعوه باللي هتكتبوا دلوقتي، خليكم بس عارفين الفورم زي ما ايه، يعني خليكم ادرسوا الفورم ده زي ما انا هقوله لكم دلوقتي او احفظوه بالكيفيه ديت، وبعد كده ان شاء الله رب العالمين هيتم توضيحه في الدروس الجايه نقطه نقطه، هيتم توضيحه في الدروس الجايه نقطه نقطه، ايه بالذات لما ندخل في دروس الفانكشن والكلام ده كله واللايبرري والكلام ده. تمام، هنبدا نقول انكلود اي او ستريم، يبقى اول لاين عندي بكتب فيه انكلود اي او ستريم. تمام، وبعد كده ده يوزنج حاجه اسمها النيم سبيس اس تي دي، ده يوزنج حاجه اسمها النيم سبيس اس تي دي. وبعد كده بفتح المين فانكشن بتاعتي، بفتح المين فانكشن بتاعتي دي اللي بيتكتب فيها الكود بتاعي. يعني ايه فانكشن؟ كل ده هنعرفه قدام. خلاص، بكتب ايه انت مين وبفتح تو برانسيزز وبفتح ايه كيرلي بريسز بتاعتي. تمام، بفتح قوسين وجنبيها ايه تو كيرلي بريسز، وفي الاخر خالص بعمل لاين كده اسمه ريتيرن زيرو. يعني ايه ريتيرن زيرو ديت؟ دي قصه هنعرفها في فانكشن، اللي اي فانكشن ايه من نوع ليها داتا تايب مش فويد بايه بتريتيرن فاليو، اي ده اي فانكشن ملهاش داتا، ملهاش ليها داتا تايب لازم تريتيرن ايه، لازم تريتيرن ايه فاليو معينه. فدي الفورم بتاعت دي الاستراكشر بتاعت اي بروجرام هنبنيه في السي بلس بلس. بنعمل ايه؟ نمسح كده تاني، بنكتب انكلود اي او ستريم يوزنج، خلاص عاوزين نحفظها بقى نيم سبيس اس تي دي، وبعد كده بكتب المين فانكشن بتاعتي انت مين. تمام، وفي الاخر بريتيرن ايه زيرو، في الاخر بريتيرن ايه زيرو. طيب دلوقتي لو تيجي نجرب نجرب الفورم بتاعنا ده البرنامج هيقبله؟ تعالوا نشوف، لو ضغطنا هنا، لو ضغطنا على اف 11 هيبدا يفتح لي الشاشه السوداء اللي بقول لكم عليها دي، الشاشه بقى اللي اسمها ايه، الشاشه اللي هي الكونسول، شاشه الكونسول ديت، شاشه الكونسول ابلكيشن ديت دي اللي هيبدا فيها الشغل بتاعنا. هنا البرنامج، هنا البرنامج فاضي، احنا مش عاملين برنامج، احنا كتبنا فورم بس عشان نكتب بداخله ايه البرنامج، كتبنا فورم بس عشان نكتب بداخله ايه البرنامج. يبقى عشان اشغل اي برنامج بضغط اف 11 او بضغط على علامه الكومبايل ديت، على علامه الكومبايل ديت مع الرن، علامه الكومبايل ديت مع الرن. تمام، هو الباتون اللي قدامكم ده. تمام، نكتب الفورم تاني عشان ما ننساش، انكلود اي او ستريم يوزنج، خلاص بقى عاوزين نحفظه، سبيس نيم سبيس اس تي دي اند مين، اسمها المين فانكشن بتاعتي، المين الرئيسيه اللي بتكتب فيها اكوادي ومن خلالها بيتم عمل رن لاي كود بكتبه في البرنامج، والكلام ده هنعرفه لما نوصل لدروس الفانكشن ان شاء الله رب العالمين. وفي الاخر بريتيرن ايه زيرو. انا كده ما عملتش اي حاجه خالص، انا كده عملت ايه الشغل اللي هبدا اكتب فيه اكوادي. خلاص، ببدا اكتب انكلود اي او ستريم يوزنج نيم سبيس اس 3 دي اس 3 دي، بفتح المين فانكشن بتاعتي بالطريقه ديت، بكتب الانتجر انتجر مين انت مين يعني. تمام، وبحط ايه، بحط التو برانسيز بتوعي وبفتح الكير بريسز زي ما انتم شايفين، وبريتيرن ايه، وبريتيرن في الاخر زيرو، بريتيرن في الاخر زيرو. طب احنا عاوزين نجرب البرنامج بتاعنا ده ونشوف، عاوزين نعمل برنامج ولو ايه، ولو يطبع لنا حاجه بسيطه مثلا، فبنستخدم جمله كده للطباعه اسمها سي اوت، نستخدم جمله للطباعه كده اسمها ايه سي اوت، وبعمل قدامها العلامتين دول، ودول هوضحه لكم ان شاء الله رب العالمين بالتفصيل. وابدا اقول مثلا بفتح تو دبل كوتيشن، دبل كوتيشن، وبقول ايه مثلا وليكن هلو ستودنتس. تمام، وفي النهايه بعمل ايه، بقفل بعلامه سيمي كولن، بقفل علامه ايه النقطه الفصل المنقوطه ديت، بقفل علامه سيمي ايه كولن، وبضغط اف 11 عشان اجرب البرنامج بتاعي، شوف هل هيطبع لي حاجه. حلو قوي، هلو طبع لي هلو ستودنت زي ما انتم ايه شايفين. يبقى ده اول برنامج عملناه مع بعض، اللي احنا نطبع برنامج بيطبع لنا على الشاشه ايه هلو ستودنتس. جميل جدا. طب انا عاوز مثلا، هل اقدر استخدم السي اوت ديت عشان تجمع لي رقمين؟ جميل، مثلا 5 زائد 6، وساعه ما بكتب ارقام، ساعه ما بكتب ارقام داتا تايب من نوع ارقام، بشيل ايه، بشيل علامه الدبل كوتيشن اللي هم دول، بشيل علامه الدبل كوتيشن وبكتب الارقام مباشره على طول بالشكل ده.
5+6 ولو ضغطت هنا كومبايل اللي هي S11 هيبدا ايه يجمعني الرقمين على بعض زي ما انتم شايفين واظهرهم لي على الشاشه. طيب انا بقدر اعمل اي عمليات ثانيه اوبريشنز ثانيه على البتاع ده؟ ممكن اقسم ايه، ممكن استخدم وليكن مثلا 5/6 غير عمليه الجمع. لو جربنا برضو عملنا الكومبايل بS11 فعلا زي ما احنا شايفين ايه ادانا الناتج زيرو، ادانا الناتج زيرو. دي بقى عشان هنا احنا هنا ما حددناش نوع الداتا تايب اللي تخرج، وده موضوع ان شاء الله نعرفه مع بعض. طب لو هنا قسمنا مثلا 10، خلينا الرقم ده 10 على 5 ودوسنا كومبايل او رن البرنامج، زي ما احنا شايفين طبع علينا ايه، طبع علينا الرقم 2، طبع علينا الرقم ايه 2. خلاص جميل جدا. يبقى خلاص نرجع تاني نكرر الفورم بتاعنا ده، وده اهم درس وعاوزين نعرف الفورم ده. هنقول مثلا وليكن انكلود اي او ستريم، بعد كده يوزنج نيم سبيس اس تي دي، وبعد كده بكتب المين فانكشن بتاعتي تمام، وفي الاخر بقول له ايه ريتيرن 0. وقلنا لو عاوزين نجرب اي برنامج موجود عندنا، او عاوزين نعمل اي برنامج وليكن بسيط يطبع لنا جمله تمام، سي اوت، بستخدم الجمله اللي اسمها سي اوت، وبكتب ايه، بكتب الجمله اللي انا عاوز اطبعها وليكن هلو ايه ستودنتس تمام، وبضيف في الاخر فصل النقطه اللي اسمها ايه سيمي كول تمام. لو ضغطت F11 دلوقتي عشان اعمل كومبايل للبرنامج عشان اجرب البرنامج بتاعي، فعلا طبع لي الجمله زي ما انتم ايه شايفين. يبقى خلاص احنا عرفنا كده الاستراكشر او الكونستراكشن بتاع اي بروجرام هنبنيه ايه في لغه سي بلس بلس. لازم اول حاجه في بكتب انكلود اي او ستريم يوزنج نيم سبيس اس تي دي، بكتب المين فانكشن بتاعتي وبايه وفي الاخر بريتيرن زيرو، في الاخر بريتيرن زيرو، وداخل المين فانكشن بكتب الاكواد بتاعتي، داخل المين فانكشن بكتب الاكواد بتاعتي بتاعت البروجرام اللي هبدا ايه انفذه ايا كان البروجرام ده، وليكن ايه كالكوليتور، يكون مثلا برنامج مثلا لتخزين الاستودنت عندك، اي كان نوع البروجرام اللي ايه هنبدا ايه نعمله ان شاء الله رب العالمين، بيتكتب داخل ايه المين فانكشن، بيتكتب داخل ايه المين فانكشن. وعشان اكون ادق بيتنفذ من خلال المين فانكشن، بيتنفذ من خلال المين فانكشن، علشان احنا لما ندخل في موضوع الفانكشن مش هيكون عندنا حاجه اسمها المين فانكشن بس، ما دي اسمها فانكشن تمام، الانتي مين ديت اسمها فانكشن. اما ندخل في موضوع الفانكشن ممكن احنا نعمل فانكشن اسمها ايه، فانكشن مثلا اد بتجمع لي رقمين، فانكشن اسمها مثلا السبتراكتور، فانكشن اسمها ايه مالتبلكشن، الكلام ده كله ان شاء الله رب العالمين. انا عاوزك بس دلوقتي يعني تفهم وتحفظ الفورم بتاع كتابه اي برنامج في السي بلس بلس بالكيفيه ديت. هو في اكتر من فورم بس ده الفورم ده ايه اسهلهم من وجهه نظري، ويعتبر ايه شائع الاستخدام في ايه في معظم الكتب ايه لو حبيت يعني ترجع لمراجعه ولا اي حاجه هتلاقي ده اكتر فورم شائع دلوقتي الاستخدام في ايه في الكتب دي. في حاجه تانية ملحوظه تانية على الاستراكشر هنا، السي بلس بلس ولغات البرمجه ما في لغات برمجه كتيره ما بتتاثرش بالمسافات، يعني ممكن تعمل مسافات براحتك. خلاص لو ضغطنا هنا مثلا الاف 11 هنشوف هل هيتاثر البرنامج. جميل جدا، طبع البرنامج بدون ايه بدون اي تاثير. يبقى المسافات عندنا ايه ما بتاثرش الا في حالات معينه هنعرفها ان شاء الله رب العالمين مع بعض ايه خلال الكورس. يبقى احنا كده خدنا لحد دلوقتي الاستراكشر اوف بروجرام، بنيه اي برنامج البنيه بتاعت اي برنامج بنحطها في فورم عامل ازاي تمام، وخدنا ان الموضوع الوايت سبيس دوت هل المسافات ديت بتاثر ولا ما بتاثرش، لا، وعرفنا اللي ايه الكومبايلر نفسه، الكومبايلر ده المترجم اللي بيحول الاكواد اللي انتم شايفينها ديت الى ايه الى اللغه اللي بتقراها الماشين لانجوج، اللغه اللي بتقراها الماشين، وبعد كده ايه بيظهرها لنا على الشاشه تاني ايه باللغه اللي بيقراها ايه اليوزر، باللغه اللي بيقراها اليوزر تمام. ان شاء الله الحاجات دي هنعرفها تفصيليا مع بعض ان شاء الله. في موضوع تاني مهم قوي في لمعرفه في بدايه الدروس البرمجه لازم كلنا نتعلمه، هو موضوع اسمه موضوع الكومنتس التعليقات. بتحتاج كده دايما لما ربنا من عليك يعني وتكون بروجرامر ان انت تكتب تعليق ما يظهرش غير ليك انت، يظهر في صفحه البرنامج بس،
لكن ما يظهرش ايه لليوزر، ما يظهرش مثلا في الشاشه السوداء. يعني مثلا عاوز تكتب ملحوظه هنا لنفسك وتقول ايه الا this، تقول مثلا ايه this my program. لو كتبتها بالشكل ده وضغطنا F11 مثلا طلع لي ايرور، طلع لي ايرور. طب انا عاوز اعمل ايه؟ طيب انا عاوز اعمل ايه علشان ما يطلعليش الايرور دوت؟ بيبقى في حاجه عندنا اسمها كومنتس، في حاجه عندنا اسمها كومنتس. لو ضغطت مثلا توباك سلاشز كده هتلاقي اللي عندي زيس ماي بروجرام ده تتحول للون لبني كده. اللون ده بيبين لي اللي ان الجزء ده مش هيظهر لليوزر. لو ضغطت F11 هل هتظهر كلمه زيس ماي بروجرام لليوزر؟ تعال نشوف. نضغط F11 لا، اللي ظهر لي ايه بس جمله الاوت بوت اللي اسمها سي اوت اللي ايه طبعت لي هلو ستودنت. اللي ظهر لي بس جمله الاوت بوت اللي اسمها ايه، اللي اسمها ايه اللي فيها داخلها جمله ايه هلو ستودنت. تمام. طب هل مثلا لو انا كتبت الباك سلاشز دول وحبيت اكتب في سطر تاني هل كده معناه ان السطر اللي تحتيه في هو تعليق برضه هو الاخر؟ تعالوا نجرب ونشوف. لو ضغطنا F11 طلع لي برضه ايرور، طلع لي برضه ايرور. ليه بقى؟ لان احنا عندنا برضه حاجه اسمها انواع من التعليقات. انواع من ايه؟ من الكومنتس، تايب اوف كومنتس. عندنا في حاجه اسمها لاين كومنت، التعليق في سطر واحد اللي احنا عملناه من شويه زي ايه لما كتبنا تو باك سلاشز وكتبنا this is my comment، this is my comment. تمام. وضغطنا F11 ما طبعش لينا على الشاشه ايه غير الاوت بوت اللي هو ايه هلو ستودنت، ما طبعش لينا على الشاشه كلمه this is my comment. طب جميل جدا. احنا قلنا طب لو احنا عاوزين نكتب تعليق كبير في اكتر من سطر فممكن التعليقات مثلا ممكن عاوزين نكتب تعليق كبير في اكتر من سطر. على سبيل المثال محتاجين برنامج نوضح فيه تعليق في اكتر من سطر عشان نوضح مثلا ان بقول البرنامج ده بيحتوي على اد مثلا اد ستودنت ديليت ستودنت. عاوز اكتب كومنتس نفس توضح لي تفكرني عشان لما ارجع اعمل ايه مينتنس للكود بتاعي يبقى سهل يبقى انا عارفه. لان بعد فتره كده لما توصل لمرحله انك انت بتكتب اكواد كتير قوي فلما تيجي تقرا الملف بتاعك ممكن تتلخبط فالتعليقات ديت اللي ايه بتذكرك. على سبيل المثال ببدا اكتب ايه سلاش نجمه نجمه سلاش قصدي سلاش نجمه نجمه ايه سلاش بكتب هنا داخلها ايه بكتب داخل سلاش نجمه ونجمه سلاش دول بكتب ايه كل التعليقات اللي انا عاوزها في اكتر من سطر. تعال نشوف كده الجمل دي شايفين كله بيظهر بايه باللون اللبني. طب لو انا ضغطت هنا F11 في حاجه ظهرت برده مفيش اي حاجه ظهرت برده مفيش اي حاجه ظهرت يبقى ايه يبقى خلاص احنا هنا عندنا في نوعين من الكومنتس. عندنا لاين كومنت اللي هو انه عباره عن باك سلاش تو باك سلاش تمام وعندنا مالتي ايه مالتي لاين ايه كومنت اللي هو عباره عن ايه نجمه سلاش نجمه سلاش تمام وابدا اكتب ايه التعليق بتاعي في اكتر من ايه من سطر زي ما انتوا ايه شايفين وما بيظهرش ايه قدام شاشه الكونسول ايه اللي بيشوفها اليوزر. نفتكر مع بعض اللي احنا خدناه. خدنا الاستراكشر اوف بروجرام بتاعنا قلنا عشان نكتب اي استراكشر في السي بلس بلس بنعمل انكلود اي او ستريم وبكتب يوزنج نيم سبيس اس تي دي وبعمل المين فانكشن بتاعتي وفي الاخر بريتيرن الزيرو وبكتب هنا الاكواد اللي انا عاوز اكتبها وليكن عاوز اطبع حاجه على الشاشه واقول له سي اوت مثلا وليكن هلو ستودنتس في الاخر وفي الاخر سيمي كولن اخر السطر بسيمي كولن. ملحوظه جدا ملحوظه اللي احنا عاده معظم قفله السطور قفله اي لاين بروجرام في لغه سي بلس بلس بتنتهي بسيمي كولن. قفله اي لاين في سي بلس بلس بتنتهي بايه سيمي كولن. يعني هنا مثلا لو تلاحظ ريتيرن زيرو الريتيرن زيرو سيمي كولن لو تلاحظ سي اوت قفلتها سيمي كولن يوزنج نيم سبيس اس تي دي قفلتها ايه سيمي كولن. جميل جدا. وخدنا كمان موضوع تاني ان موضوع الوايت سبيس ما بيأثرش موضوع الوايت سبيس ما بيأثرش سواء هعمل وايت سبيس بين الدبل كوتيشن والكلام ده كله قول له كل ده ما بيأثرش. لو ضغطنا مثلا F11 عشان نعمل تيست للكلام اللي احنا عملناه ده جميل جدا هلو ستودنتس مفيش اي ايرور عندنا. في قصه تانية خدناها النهارده هو موضوع الكومنتس قلنا عندنا تو تايبس اوف كومنتس عندنا تو تايبس
كومنتس في لاين كومنت في مالت لاين كومنتس. في كومنت بنكتبه في تعليق واحد في سطر واحد زي اللي احنا عاملينه ده. في كومنت بنكتبه في سطر واحد زي اللي احنا عاملينه ده, وفي كومنت ثاني بنكتبها في مالت لاين كومنت في اكتر من ايه, من اكتر من سطر زي ايه زي ما احنا ايه شايفين قدامنا كده. وقلنا الكومنتس ده حاجه ما بتظهرش ايه لليوزر, بتظهر ايه بتبقى في ملفات البرمجه نفسها علشان يقدر يرجع لها ايه يقدر يرجع لها المبرمج في حاله ان هو بيعمل صيانه للكود بتاعه او بيطور حاجه ما يقدر ويفكر نفسه بيها, بتبقى عباره عن تذكره او بيفكر نفسه فيها وبيوضح للناس اللي تيجي تشتغل وراه ان بالتعليقات. مثلا على سبيل المثال انت شغال في شركه وسبت الشركه بتاعتك, فبيجي وراك مبرمج, فمن الصعب انك انت تكتب له اكواد بدون ما توضح له ايه الاكواد ديت بتعليقات علشان نفسه ما تحصلش ايرور ايه ان بيجي يعمل صيانه والكلام ده. يعني التعليقات فايدتها ان هي بتعمل لك تعريف بسيط عن الملف بتكتب فيها اي حاجه انت عاوز ايه ما تظهرهاش لليوزر بشكل عام. انا النهارده مش عاوز اطول, انا ركزت قوي وعدت اكتر من مره موضوع الاستراكشر او الكونستراكشر بتاع اي بروجرام في السي بلس بلس, واتكلمت عن الوايت سبيس واتكلمت عن الكومنتس, وانا مش عاوز يعني ادخل معاكم في مواضيع تانية في بالذات في الحاله الاولى ديت, عشان انا المره اللي فاتت في حلقه المناقشه عرفت اللي في ناس مش خريجين حاسبات ولا بيدرسوا في اي حاجه تبع علوم حاسب بشكل عام, فانا حابب الدروس ان شاء الله 400 تبدا من الصفر, وهعيد وازيد ان شاء الله 400, وحتى في دروس المناقشه هنعيد كل المواضيع ديت بتفاصيل ان شاء الله رب العالمين. واللي عنده اي مشكله يقدر يبعتها عندي على الصفحه او على الايفنت اللي موجود على اكاديميه الدارين. وفي النهايه انا يعني بكرر شكري لاكاديميه الدارين اللي هي اللي طلبت مني اكثر مره ان انا ادي كورس تحت رعايتها, والحمد لله رب العالمين الظروف يعني سمحت وايه وبدات الكورس معاكم, وربنا يتم الكورس ايه على خير والكل يستفاد. ولا تنسونا ايه بدعائكم, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.